السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاتور بلوس موتو دي زاد، المتخصصة في السيارات المستعملة في الجزائر والدراجات النارية المستعملة. في هذا الفيديو نرى اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات المستعملة ومع أرقام الهواتف المرفقة، سيارات مناسبة للزوالي أسعارها أقل من 100 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم الضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وبدون اطلاع عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فتابعونا. نبدأ مع السيارة رقم 1 معنا في فيديو اليوم، وهي طاطا انديكا اني 2007. محركات السيارة ديزل، قدرة المحرك 1.4 70 حصان، رباط فيتاس مانويال، ولاكات غريس اوتوموبيل صافية. صاحب السيارة مفاريك ولاية البوليدة، وسعر الطاطا انديكا هو 55 مليون. البري راه نيغوسيابل، اي بالامكانك تجيبوها الطوموبيل بمبلغ اقل. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد الطاطا انديكا نقية. السيارة رقم 2 فولكسفاجن غولف سيري 5 اني 2004. محرك هاد لاغولف ديزل، قدرة المحرك 2.0 تي دي 140 شوفو، لابوط فيتاس مانويال، لاكات غريس صافية، و الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من المحمدية ولاية الجزائر العاصمة، راهم سموه في هاد لاغولف سيري 5 59 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لا غولف سيري 5 بصفة عامة نضيفة. السيارة رقم 3 رونو ميغان اني 2002. محرك هاد لا ميغان ديزل، قدرة المحرك 1.9 65 حصان، رباط فيتاس مانويال، ولا كات غريس تاع الطوموبيل صافية. صاحب السيارة بوفاريك ولاية البوليدة، راهم سموه في هذا رونو ميغان 60 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهذا رونو ميغان نقية. السيارة رقم 4 رونو ميغان ذات 99. محرك هاد لاميغان ديزل، قدرة المحرك 1.9 دي تي 100 حصان، لاباط فيتاس مانويال، لون سيارة بلو غولواز، و لاكات غريز صافية. الطوموبيل ديمي كونفور. صاحب السيارة من ولاية تيارت، و راهم سمو في هاد رونو ميغان 66 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لا ميغان بصفة عامة نضيفة. السيارة رقم 5 اودي اتروا اني 2003. محرك هاد لا اودي ديزل، قدرة المحرك 1.9 تي دي 110 حصان، لابوط فيتاس مانويال، لون السيارة بلو نوي، و لاكات غريز صافية. الطوموبيل فيها لاكليم. صاحب السيارة من اسطوالي ولاية الجزائر العاصمة، راهم سامو في هاد لا اودي اتروا 77 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لا اودي اتروا نقية. السيارة رقم 6 ليفان 520 هاتشباك يعني 2015. محرك هاد ليفان ايسونس، قدرة المحرك 1.365 حصان، لاباط فيتاس مانويال. السيارة ماشية 121 ألف كيلومتر، لون طوموبيل نوار، و لاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية تيزي وزو، و سعر هاد ليفان 520 هاتشباك هو 95 مليون بري فيكسي. صاحب الطوموبيل ما يبرش، الطوموبيل فيها دوبتي راكور، ما عدا ذلك الطوموبيل نقية، كل شيء في السيارة مارش. المحرك امبيكابل، سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة.
ايضا كنا نتمنى معكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الاخير ما تنسوا ديروا جيم الفيديو ودير بارطاج ارقام الهواتف تاع اصحاب هذه السيارات راهي مرفقه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فاخذكم بالضغط على عرض المزيد او على عنوان الفيديو اللي يظهر امامكم صندوق الوصف فيه ارقام الهواتف. والى الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى حول السيارات المستعمله في السوق الجزائريه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.